كنظموا على مدار 3 ايام واحد التظاهره من فئه نجمتين دو زيطوال على مدار 3 ايام. الامور دازت على احسن ما يرام. هذا اليوم الاخير من المنافسه اللي كنتسناو فيه دابا تبدا لي بروف ديال 1.35 متر ان شاء الله. وبالنسبه للمواد نوفمبر عندنا عاوتاني واحد جوج تظاهرات، وحده ديال الدريساج، والمحطه الاخيره هي التظاهره من فئه ثلاث نجمات اللي غادا تكون اون بريباراسيون بور لي كافاليي بور لي جفو للشامبيونا دي ماروك اللي غادا تقام في دار السلام في اواخر ديال السنه ديسمبر. كاين مجموعه ديال الفرسان اللي كيمثلوا جميع ربوع المملكه، منهم يعني الفرسان من مدينه الدار البيضاء، من الرباط، من مراكش، الفرسان من الحرس الملكي، من المدرسه الملكيه للخياله، يعني من جميع ربوع المملكه كاينين ممثلين ديال الكلوب. الفئات العمريه هي كتراوح ما بين كتبتدي من 8-10 سنوات حتى الفئه ديال الكبار اللي ما عندها حتى شي ليميت. دونك جميع الفئات العمريه متواجده. كنركب في ليتخي دو كازابلانكا ملي كنت صغير. هنا المباراه كتدوز بطريقه جيده جدا، كاع الخيول ديالي نقزوا مزيان. البارح كنت كاتريام، اليوم الحمد لله درت دوزيام. كل شيء دايز مزيان، ولي زورغانيزاتور كو سوسوا لو بريزيدون كو سوسوا تو لي جون اوتور تبارك الله عليهم دايرين اللي خصو يدار ومهلين فينهم مهلين في الخيل اي تو سباس بيان الحمد لله. اكزاكتومون اليوم العوده ديالي هي اللي درت بها كاتريام البارح، اليوم الحمد لله قدرت ندير دوزيام في هذه المباراه هذه، وكل شيء داز مزيان ونتمناو الخير ان شاء الله للمستقبل. انا فرحان في السنه الاول، العود ديالي سوا فرحان، وكانوا الناس صعب شويه هنايا، كانت لا كومبيتيسيون صعيبه بزاف، كانوا بزاف ديال الناس مجهدين، ودرت المحاولات ديالي وكسيريت داكشي باش نفوز بهذا لا كومبيتيسيون. كنت فاز، تعلمت فاش كنت صغير مزيانه زوينه، كان داكشي منظم في المستوى.